وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي نداء إلى جميع قادة العالم بضرورة التحرك سويا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية وإنهاء هذه الأزمة التي تلقي بظلالها على جميع دول العالم. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للشق الرئاسي من قمة كوب 27 للمناخ، حيث أكد أن اقتصاد دولنا عانى من تبعات أزمة كورونا والآن يعاني من هذه الحرب. أنا بتكلم على أزمة كبيرة بتمر بالعالم وليها تأثير كبير جدا على دول كتير من العالم إن ما كانش كل دول العالم. أنا بتكلم تحديدا هنا على الأزمة الروسية الأوكرانية، وبوجه نداء إن سمحتوا لي بيكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب. من فضلكم نحن كدول اقتصادها مش قوي عانت كثير جدا من تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها، والآن نعاني أيضا من هذه الحرب.